وسط الأشخاص الذين يعتمدون على الأكياس البلاستيكية لحمل مقتنياتهم، هناك فئة تصنع الاستثناء. تجدهم يحملون القفة التقليدية على غرار هذه السيدة التي التقينا بها في جولتنا في أحد الأسواق بالعاصمة. القفة خذت لي تذكرة تاع الوالدين، قعدت فيها يقضي فيها كل يوم، كان يقضي فيها القفة تما، كان يقضي فيها ويسترها باش الناس ما يشوفوش اللي ما يلحقوش. دوك انا الله يرحمه خلاني نحب القفة خم الساشيات هذوك، تما كي تشري هذيك الحاجة تجيك حلوة كي تديريها في القفة. السيدة عائشة ليست الوحيدة، فقد التقينا بعمي جلالي في أحد الأسواق وهو يبيع القفف أمام مدخل السوق، وقد أكد لنا عودة الإقبال عليها من طرف الكثيرين. أنا نبغي كي يجوا هكذا نادوا ناخذهم بيدي، يقول لهم أنا ناخذهم بيدي، روح نشري الدوزان هذا تاعو ونخدم بيدي ونجي هكذا نقعد هكذا في الطريق هكذا، واللي يحب يدي قفة نبيع له. بزاف الناس اللي حوسوا يقضوا في القفة، بزاف. أنا من الناس اللي نقضي من القفة هذه، باسكو الساشي تقطعوا بزاف، تشري ساشي تتقطع ديفون شي 3-4 ساشيات. شوف الفار هذه متينة ونتفكروا أيامات بكري. الاعتماد على القفة ثقافة ورثها الأجيال، واليوم هي واحدة من الأمور التي تساهم في الحفاظ على البيئة وعلى الصحة لما تحمله الأكياس البلاستيكية من أضرار على صحة المستهلك.